السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ تقريبا أسبوع أو أكثر وصلني إيميل من إحدى دور النشر في هونغ كونغ، تديرها يعني سيدة أنا أعرفها وأعرف زوجها، بريطانية هي وهو أيضا بريطاني. يعني إيميل عادي بتبعته كل شهر عن الأنشطة الشهرية، يعني زي نيوزليتر كده، نيوزليتر. يعني أخذت كده فكرة، يعني ألقيت نظرة على الأعمال الجديدة التي نشرتها، فلفت نظري كتاب باللغة الإنجليزية. يعني لن أقول اسم الكتاب باللغة الإنجليزية حتى لا أعطيه دعاية لا يستحقها. وقرأت اسم الكاتبة، كاتبة صينية، وأيضا لن أقول اسمها حتى لا أعطيها دعاية لا تستحقها. وكان عنوان الكتاب عن القرآن، عن قراءة القرآن، يعني تفسير للقرآن، يعني فهم للقرآن وكده. فالاسم، اسم الكاتبة يعني استرعى انتباهي، وأشعر أو شعرت يعني أني أعرف تلك السيدة ومررت على اسمها من قبل. فأخذت أفكر، يعني الأمر استغرق مني عدة أيام، يعني أحاول أن أتذكر من، كيف هذا الاسم مر علي. المهم في النهاية تذكرت، وتلك السيدة هي سيدة صينية تعيش في هونغ كونغ وتتحدث أو درست اللغة العربية، وسافرت لمصر كثيرا وكثيرا، ونشرت كتابا عن مصر في عام 2019 منذ 4 سنوات. وكانت قد أرسلت لي طلب صداقة على الفيسبوك، فقبلت الصداقة. وحين علمت أنها كتبت كتابا عن مصر باللغة الصينية سعدت جدا، ولكن وجدت أنها قالت أن هناك مصريا في هونغ كونغ يعني سبها ولم تقل لماذا. فحين سألتها شاعرا بالدهشة لم توضح الأسباب، ولكن حين قرأت التعليقات التي تكتبها ويعني على البوست اللي بتتركه على الفيسبوك عن الكتاب، وجدت أنها يعني تسيء إلى مصر كثيرا، والكتاب كله عن ظاهرة التحرش الجنسي في مصر تقريبا. يعني أنا لم أقرأ الكتاب ولن أقرأه طبعا، ولكن بكلامها هي، يعني هي نفسها تصف الكتاب بأنه عن العلاقة بين المرأة والرجل والتحرش الجنسي. فيعني الكتاب ليس فيه إلا بحسب كلامها إلا ما هو الشيء الوحش والسيء عن مصر، وتكتب باللغة الصينية ولا تكتب باللغة العربية لأصدقائها المصريين إلا كلمات يعني المصريون هناك أصدقاء يظنون أنها تكتب أو كتبت شيئا جميلا عن مصر. فتركت تعليقا بالعربية كي يقرأه أصدقاؤها المصريون، فأخفت هذا التعليق وتركته يعني محصورا عليها هي فقط تستطيع أن تراه، وعلي أيضا بعثت جعلتني أنا أيضا أستطيع أن أرى التعليق، ولكن لا أحد آخر يستطيع. وعملت فيديو على الفيسبوك أثبتت هذا. يعني فتركت تعليقات لها، كتبت لها باللغة الصينية وقلت أنها يعني هذا عيب عليك، يعني أن أنت تروحي مصر وكل ما وتستمتعي وتنبسطي وبعد كده ترجعي تكتبي كتاب يسيء إلى مصر، وأن ظاهرة أو مشكلة التحرش الجنسي هذه مشكلة موجودة تقريبا في كل البلاد، في كل بلاد العالم بما فيها هونغ كونغ نفسها اللي احنا فيها. هونغ كونغ نفسها فيها تحرش جنسي، وأرسلت لها وصلة لمقال منشور في الجريدة الإنجليزية الأولى لهونغ كونغ، ساوث تشاينا مورنينغ بوست، في الجورنال يتحدث عن ان ظاهرة التحرش الجنسي يعني لا يشار اليها في هونغ كونغ ولكنها موجودة.
فهي underestimated يعني في هونغ كونغ. إلى جانب هذه الظاهرة موجودة في اليابان بشدة، حتى بنشوف في الراش أور صباحا أو بعد الظهر القطار بيغلق وكأنهم علب سردين. فظاهرة التحرش الجنسي في اليابان موجودة جدا وبكثرة، في تايوان نفس الشيء، في الصين، في كوريا. وأنا لما ذهبت إلى تايوان في حضور مؤتمر أكاديمي منذ عدة سنوات، وجدت عربة، وجدت في إحدى عربات القطار الـ MTR يعني أو الـ Underground الـ Subway، وجدت لافتة تشجع المرأة أو تطلب من المرأة أن يعني ألا تصمت إن تعرضت لتحرش جنسي. ده معناه إيه؟ معناه إن المشكلة موجودة عندهم في تايوان أيضا، وفي مدينة شينجن في هونغ كونغ في جنوب الصين، المدينة المتاخمة لهونغ كونغ أيضا. وأنا في الأندر جراوند وجدت آخر عربة مخصصة للسيدات فقط. لماذا؟ دليل أن هناك أيضا تحرش جنسي، فالظاهرة موجودة، بل موجودة بشكل يعني أخطر وأكبر بكثير من مصر، بدليل يعني أن ده في هذه البلاد ليس فقط مجرد تحرش جنسي. ده في أستراليا مثلا العام الماضي طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الأسترالية، فإن نسبة، مش التحرش الجنسي بقى، ده نسبة الاغتصاب المبلغ عنه، نسبة الاغتصاب، عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها تعدت 90%. واللي مش متأكد يدخل ويكتب على جوجل نسبة، يكتب بالإنجليش أو بالأرابيك يعني نسبة الحالات الاغتصاب في أستراليا للعام الماضي 2022 فوق 90%، 90 فاصل حاجة. يعني من بين كل 10 سيدات في 9 سيدات تعرضنا للاغتصاب وأبلغنا عن حالة الاغتصاب. أما يعني العشرة دي ممكن تكونها كمان تم اغتصابها وما أبلغتش. فشوفوا الوضع عامل ازاي يعني في بلد زي استراليا يعني. يعني في فتيات ليل ما فيش حد محتاج ومضطر انه يعني يقوم باغتصاب واحده، وفي فرص، انما مع ذلك الحالات دي موجوده، والتحرش دوت والنظر موجود في كل المجتمعات، في كل المجتمعات. فكون ان انت بقى تروحي مصر يا فلانة يا فلانية انت، وكل اللي لفت نظرك في مصر هو ظاهرة التحرش الجنسي، لدرجة انك تكتبي كتاب، يعني اساءني جدا وطردتها برا الفيسبوك وعملت لها بلوك. فلما عدت تذكرت ان البنت دي هي اللي كتب كتاب بقى بتعلمنا القرآن، تفسير للقرآن. طبعا أولا لم أقرأ الكتاب ولن أقرأه، ولكن استمعت لها في فيديو لها على صفحتها على اليوتيوب وهي تقدم الكتاب. فأنا يعني ما أقوله الآن منها هي، وهي تقدم محتوى الكتاب. كانت تقرأ يعني كلمة مكتوبة باللغة الإنجليزية، واضح أن المحررة أو الناشرة هي اللي كتبها لها، لأنها كانت عمالة تقرأ وبتقرأ غلط. والمهم يعني بتقول في الكتاب دوت، هي بقى بتقول إيه؟ بتقول هي عايزة، كتبت هذا الكتاب كي تثبت أن القرآن ليس ضد الليبرالية، وأن القرآن بالنص، هذا ما قالته نصا. وأنا أسأل عن الترجمة، أنا بترجم من دماغي دلوقتي لأن أنا فاكر هي قالت إيه. قالت إنها كتبت هذا الكتاب كي تثبت أن القرآن ليس the perfect guidance for every time and every place، يعني ليس ال perfect guidance، الهدي، ليس الهدي الأمثل لكل زمان وكل مكان. يعني زي ما احنا بنقول كده القرآن صالح لكل زمان ومكان، لا، هي كاتبة الكتاب ده عشان تثبت عكس كده، إن القرآن ليس صالحا لكل زمان وكل مكان. وفي حتى كده بقى فيديو
لللونش دي، لحفل التوقيع، يوم حفل التوقيع. حفل التوقيع لما واحد يعني يعمل كتاب موضوعه كبير بهذا الحق، يعني تفسير القرآن، يا خبر. الواحد مثلا الباحث الحقيقي او الباحثة الحقيقية، يعني لما في حفل التوقيع لازم يقدم مقدمة، يتكلم عن الكتاب، يقدم محاضرة، مش لازم تكون محاضرة شديدة يعني، إنما محاضرة رصينة على الأقل لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة، يقدم الكتاب للناس. إنما ده حفل التوقيع بتاعها كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة على حسب الفيديو اللي هي سايباه، كان عبارة عن جابت واحد عواد صيني بيعزف على العود، واحد صيني بيعزف على بيمسك رقاق، وهي عمالة تغني بصوت يكاد يكون مسموعا، تغني أغاني مصرية زي طلعت يا محلى نورها ومش عارف إيه. بس بالله عليكم، هل هذه باحثة؟ ولذلك أنا لن أذكر اسمها ولن أذكر اسم الكتاب، يعني حتى لا تأخذ دعاية، حتى الدعاية السيئة أيضا دعاية، هي لا تستحق حتى الدعاية السيئة. ولكن والغريب أن هي اسمها، يعني مش هقول اسمها كاملا، ولكن في اللغة الصينية، في لغة الماندرين، في الصين الشعبية، اسم لي ده اسم عائلة معروف قوي، في هونج كونج بيتنطق اللاي على ما أظن، يعني بالكانتونيز. إنما هي كاتبة اللاي بتاعتها ك ال اي اي لاي، بأنها باللغة الإنجليزية كده تكتب لاي، يعني كذبة، يعني هي سمت نفسها اسم الأسرة بتاعتها كذبة، فهي أسمت نفسها بأنها كاذبة، يعني سبحان الرب، ربنا موقعها في يعني في شر أعمالها. فهي يعني فعلا تذكرني بالمثل اللي بيقول هبلة ومسكوها طبلة، دي فعلا هبلة ومسكوها طبلة، دي واحدة لا تفقه شيئا ولا تعرف شيئا عن الإسلام ولم تدرس الإسلام، هي درست فقط اللغة العربية، ولكن لأنها درست اللغة العربية فخلاص أعطت لنفسها الحق في تفسير القرآن، وأنت تفسره لنا، تعلمنا تفسير القرآن، يعني فعلا هبلة ومسكوها طبلة. لكن أنا أقول يعني هذا يعني ليس، يعني هي ليست محور اهتمامي، ومش عايز أقول اسمها أصلا، إنما عايز أقول مدى التفاهة اللي المجتمع وصل له في كل المجتمعات، مجتمع عربي أو غير عربي، منتهى الانحطاط والتخلف والجهل الذي وصلنا إليه. يعني مش هنقول زمان قوي، يعني حتى فترة السبعينيات كان الباحثون كانوا باحثين بحق. يعني في باحثة مثلا اسمها أن ماري شيمل، دي باحثة ألمانية تخصصت في اللغة العربية وفي الإسلام، ودرست أيضا فارسي وأردو. بصراحة لم أجد باحثا أو باحثة مستشرقا فهم الإسلام وكتب عنه بكل هذا الحب وبكل هذه الحيادية والنزاهة مثل أن ماري شيمل. هذه أن ماري شيمل يعني عندي كتاب لها، هي تخصصت في الصوفية الإسلامية، يعني Mystical Dimensions of Islam، هي ألمانية، فهذا كتاب باي أن ماري شيمل. يعني هذه المرأة تقريبا ولدت في 1922 وتوفيت وهي قربت على يعني نهاية الثمانين، يعني مش متذكر توفيت امتى يعني، ولكن يعني عاشت تقريبا حاجة وثمانين سنة. بصراحة دي الباحثة الوحيدة التي قرأت لها فعلا، وتمنيت لو أتيحت لي الفرصة أن ألتقي بها وأن أناقشها، لأنها فعلا كتاباتها تستحق القراءة وتدل على أنها باحثة حقيقية وعلى قدر رهيب من المعرفة، قدر رهيب من المعرفة. يعني يكفي أن أقول أنها يعني أتقنت العربية والفارسية والأردية، غير إتقانها للغة الإنجليزية والألمانية لغة الأم، غير هذا الزمان الأغبر، هذا الزمان الدنيء الذي نعيش فيه،
والله تمنيت لو أني أعيش في زمان غير هذا الزمان. الباحثون فيه يعني هم فعلا مثل هذه الباحثة الصينية التي أسمت عائلتها بالكاذبة، هي فلانة الكاذبة، هي كاذبة زي مسيلمة الكذاب كده، فلانة الكذاب. يعني وحين أنظر إلى الوضع في مصر أيضا، إلى هؤلاء الذين يتحدثون في الإسلام، الذين يسمون أنفسهم ليبراليين وعلمانيين، وعلماني هنا بمعنى لا ديني، لا ديني مش من العلم. اوعى حد يقول علماني من العلم، بليز بليز educate yourself a little bit، educate yourself، ثقفوا أنفسكم ولو قليلا. علمانية أي لا دينية، أي لا علاقة بينك وبين الدين، لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو معنى، هذا هو الفكر العلماني. فنجد أناسا يسمون أنفسهم بأنهم علمانيون ليبراليون، وأيضا يعطون تفسيرات من عندهم، فنجد أن سمعنا أشياء غريبة، يعني البكيني مش عادي، عادي خالص، ويأكلون الخنزير وحاجات. وطبعا الهوجة والموجة اللي من حين إلى آخر تهب، فتنتقد الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، وكأن الشيخ الشعراوي ده بعبع لهم فعلا، كأنه بعبع. وفعلا في زمانه، يعني أنا أذكر في زمانه في الثمانينيات، فترة الثمانينيات، كان فعلا لا أحد يستطيع مواجهته، كان على فصاحة وبلاغة وذكاء غير عادي، ولذلك كان هو عقدة لهم وما زال عقدة لهم. يعني هو فعلا بعبع لهم، كأنهم كده بتجيلهم ارتكاريا كده، وتجيلهم نايت ميرز، يستيقظون ليلا الشعراوي الشعراوي. ولذلك من حين لآخر لابد من أنهم يعني ينتقدونه، ويحاولون يعني ممارسة قلة الأدب معه. فمن عدة أشهر يعني أنا حلمت حلما، من عدة مش فاكر، من في الآخر مش المرة دي، اللي قبلها على طول، لما أيضا كانت في هوجة كده في انتقاد الشعراوي، يعني تقريبا من 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر حاجات كده، مش متذكر والله. حلمت بحلم، إن حلمت كأني في غرفة تغسيل الشيخ الشعراوي، وأني رأيته مسجن على المائدة، طاولة خشبية التي يغسل عليها، وكان هناك شابان هما اللذان سيقومان بتغسيله، وكان مستورا ب يعني بفوطة أو بقطعة قماش بيضاء من وسطه تغطي عورته، ولكن صدره كان عاريا، ولكن كان من سرته يعني إلى ركبته كان مغطى بفوطة بيضاء. وكنت مع هذين الشابين لم أشعر بارتياح تجاههما، ووجدت واحدا منهما امتدت يده كي ينزع تلك الفوطة وتبدو عورة فأنا نهرت ومسكت أمسكت بيدي ومنعته، منعته أن يكشف، وقلت له ماذا تفعل؟ فقال لابد من تغسيل. قلت له هل تغسل وتكشف عورة الشيخ؟ مش ممكن. فمنعته من أن يكشف عورة الشيخ، واتصلت وأنا في الغرفة، كنا نحن الثلاثة فقط في الغرفة، وكأن في خارج الغرفة كان أهل الشيخ. يعني الحلم ده حلم طبعا، فيعني حدش يسألني على السيناريو ازاي ومش ازاي، ده حلم. وكأن اتصلت بابن الشيخ الشعراوي، تقريبا اسمه عبد الرحيم، عبد الرحمن عبد الرحيم تقريبا، الذي حكى، يعني رأيته على التلفزيون يحكي كيف مات الشيخ، يعني أعتقد اسمه عبد الرحيم أو عبد الرحمن إن لم تخني الذاكرة. اتصلت به وقلت له إلحق، الناس اللي في الدول عايزين يعروا عورة الشيخ، تعالى وشوف. واستيقظت على هذا يعني، وأنا الحمد لله منعت هذين الشابين من كشف عورة الشيخ. فهي هوجة تهب من حين لآخر.
الشيخ الشعراوي فعلا كان عقدة لهم وكان بعبعا لهم حيا وميتا، حيا وميتا. ولكن يعني سبحان الله في معرض الكتاب كانت مبيعاته هي الأعلى، كانت مبيعاته هي الأعلى، يعني يرد عليهم حيا ويلجمهم ميتا عليه رحمة الله. ولكن يعني أنا بقول الكلام دوت ليه؟ يعني عشان أيضا أضرب مثلا بين زمانين. يعني الزمان الماضي حتى هؤلاء الذين كانوا على الطرف الآخر من الشيخ الشعراوي كانوا مين؟ كانوا توفيق الحكيم، كان زكي نجيب محمود، كان يوسف إدريس، وأيضا ما كانش حد فيهم، شوفوا على الأسامي الكبيرة دي ما كانش حد فيهم يجرؤ أنه هو يدخل معاه في مواجهة حادة ومواجهة صريحة، لأنهم عارفين مدى فصاحة وبلاغة وذكاء وعلم الشيخ الشعراوي. نقارن بقى بالموجودين على الساحة دلوقتي، مش لن أذكر اسم أي واحد، ولكن قارنوا بين هذه الأسماء التي ذكرتها، دكتور زكي نجيب محمود، يوسف إدريس، توفيق الحكيم وغيرهم قبلهم يعني، وقارنهم بقى بالموجودين دلوقتي، اللي يعني قارنوا بين أن ماري شيمل اللي أنا تحدثت عنها الباحثة المستشرقة الألمانية، وبين تلك الباحثة الصينية الكذابة كما أسمت نفسها فلانة الكذابة. نحن فعلا نعيش في زمن أغبر والله، في زمن تعيس بائس. ربنا يلطف بنا ويخرجنا منها على خير، هذا كل ما نتمناه. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.